وزير الإسكان قال بأنه سيتم فتح باب الحجز لمرحلة جديدة بمشروع بيت الوطن، وده لأراضي المصريين في الخارج لمدة 3 أسابيع بدءا من يوم الاثنين اللي جاي. لفت الوزير بأنه الحجز هيكون بمدن القاهرة الجديدة 6 أكتوبر، بدر، أسوان الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، وقنا الجديدة. أيضا هيتم فتح باب الحجز لجزء من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وده بمشروع مدينتي وامتداد الرحاب، ده لمدة 2 أسبوع. احنا معانا عبر الهاتف الأستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان. أهلا بيك أستاذ هاني، وكل سنة وحضرتك طيب. أستاذ هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أهلا بيك أستاذ هاني وكل سنة وحضرتك طيب. وحياتي الطيبة يا فندم، أهلا وسهلا. يعني أستاذ هاني، لو تقول لنا معلومات أكتر عن أراضي المصريين بالخارج اللي هو مشروع بيت الوطن 3 أسابيع، طب هيتقدموا إزاي المصريين اللي عايشين بره اللي راغبين في حجز هذه الأراضي؟ لو تدينا مشروع تفاصيل أكتر عن هذا المشروع. إحنا يا فندم أولا المطروح مش بس أراضي، هطرحين عدد من قطع الأراضي في حوالي 6 أو 7 مدن جديدة، وطرحين كمان وحدات سكنية أكثر من 2500 وحدة سكنية في مشروعي الرحاب ومدينتي، ودول خاصين بيهم أهالينا اللي عايشين في الخارج، المصريين اللي عاملين في الخارج. الوحدات دي أو القطع الأراضي هتطرح الحجز بتاعها كله من خلال الموقع الإلكتروني اللي الوزارة مجهزاه عشان يطلق يوم الاثنين، فأي مواطن مصري مقيم في الخارج يرغب في حجز قطعة أرض أو يرغب في الحصول على وحدة سكنية في مشروع الرحاب أو مدينتي بيدخل على الموقع الإلكتروني ده، هيلاقي كل شروط الحجز، هيلاقي طريقة السداد، سعر الأراضي أو سعر الشقق، طريقة السداد إزاي، التقسيط إزاي، هيستلم إمتى، كل التفاصيل موجودة. بيعمل كليك على قطعة الأرض أو الوحدة السكنية اللي هو عايز يحجزها، وبعدين بيعرف تفاصيلها، ثم بيحول مقدم الحجز على البنك المركزي المصري، وبمجرد وصول التحويل الوحدة بتاعته اللي هو اختارها أو قطعة الأرض اللي هو اختارها بتتقفل، فما فيش حد بعديه يعرف يحجزها تاني. طب استاذ هاني اسالك سؤال يعني ممكن يبان للبعض ساذج شويه، هو انتوا تعرفوا منين ان هو من المصريين اللي عايشين بره؟ ما هو يا فندم بيحط صوره من جواز السفر بتاعته وكل بياناته بيبعتها مع الحجز، ولازم احنا اولا الموقع الالكتروني ده لو مصري في الداخل حد يدخل عليه مش هيعرف يفتحه. يعني لازم يتفتح من خارج مصر. بالظبط كده يا فندم، لازم يتفتح من خارج مصر والتحويل يجي لنا من الخارج، واحنا حاطين في الشروط ان يجب يكون ان هو يكون مصري، جنسيته مصري، ويكون سنه 21 سنه فاكثر وهكذا، فبالتالي احنا حاطين شروط تضمن لنا ان اللي هيحجز لازم يكون مصري ولازم يكون مقيم في الخارج. طيب استاذ هاني اسالك كمان، عدد بقى الاراضي المطروحه هتستوعب عدد يعني من المصريين اللي عايشين بالخارج قد ايه؟ احنا اولا مش ده الطرح الاولاني، احنا طرحنا قبل كده 3 مراحل في عدد من المدن الجديده المختلفه. الاراضي المطروحه في المدن الحاليه هي اراضي مطروحه في القاهره الجديده اللي بتلقى اقبال كبير، اراضي مطروحه في مدينه 6 اكتوبر، اراضي مطروحه في مدينه دمياط الجديده، ودول المدن الثلاثه الاكثر اقبالا في الحجز اللي فات كله، وكان معاهم الشيخ زايد، بس الشيخ زايد ما فيهاش اراضي جاهزه دلوقتي. وعندنا كمان اراضي هتطرح لاول مره في مدن الصعيد، اسيوط الجديده واسوان الجديده ومدينه قنا الجديده. طب بالنسبه للوحدات السكنيه اللي هي في الرحاب ومدينتي، قد ايه كمان هذه الوحدات عددها؟ عندنا اكثر من 2500 وحده بمساحات مختلفه، من حاجه 80 متر تقريبا وحتى 160 متر. هو مدينتي اصلا الشقق ضيقه، فحضرتك عندك 70 متر 80 متر 90 متر. هل بقى اتفضل، حتى 161 متر يا فندم. ومدين اوبشن ان اولا اللي بيدفع الاسعار 800 دولار في الرحاب و575 دولار في مدينتي، التقسيط بيكون على 5 سنين بالنسبه للرحاب و7 سنين بالنسبه لمدينتي، وبيدفع 40% بيقسط الباقي. بتقدموا الشقق متشطبه ولا الشقق مش متشطبه؟ الشقق كلها متشطبه وجاهزه للسكن يا فندم. طب اسال ارض حضرتك استاذ هاني، اننا بقى بنتكلم معاك، تقول لنا ايه اخبار الاسكان الاجتماعي؟ انا عارفه ان انتوا قفلتوا باب الحجز قريب تقريبا يوم 15. احنا قفلنا باب الحجز امبارح وقعدنا فتح باب الحجز تاني ودينا هنا حتى يوم الخميس القادم 23 يونيو، نظرا لان اكتشفنا ان في مجموعه من الدفع ومقدمات الحجز لسه ما تقدموش حتى الان بمستندات الحجز، كان حوالي 7000 مواطن دفعوا المقدمات ولكن لسه ما قدموش لحد دلوقتي المستندات الخاصه بالحجز، فبالتالي احنا عندنا فرصه حتى يوم الخميس القادم الناس دول يقدموا مستنداتهم وغيرهم، لان احنا عندنا عدد كبير جدا سحبوا كورسات الشروط ولكن لسه برضه ما قدموش وما دفعوش مقدمات الحجز.
فانتم اديتوا لحد يوم 23 يوم 23 يونيو الجاري اللي هو يوم الخميس القادم ان شاء الله زي ما عارف. انا بشكرك شكر جزيل استاذ هاني يونس المتحدث باسم وزاره الاسكان ده بخصوص